ميل أحمد بن عزيز البلوي سيكون واصفا ومعلقا على شوطنا القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين. متابعين الكرام في كل مكان، نجدد بحضراتكم التحية والترحيب مع هذه التحديات والمنافسات، مع هذه الانطلاقات ضمن منافسات كأس اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية 2024 على أرضية ميدان تبوك. انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات في شوطنا التاسع للحقائق البكار المفتوح. نتقدم بالبداية مع المركز الأول، نسير بالصدارة مع انطلاقة وتحديات الباسلة بشعار أحمد بن محمد بن عود الطويرش الأحويطي على المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع وتتابعون ثاني الأسماء تنطلق وتحضر. حدث بشعار مهند بن سعيد بن محمد الصيعري، وكذلك الانطلاق والتقدم في هذه الأثناء من بها بشعار فهد بن عبد الله بن جروح الشمري، أيضا وصلت في هذه اللحظات وتقدمت. انطلق الترف بشعار حمد بن محمد العاظ المري القادم من دولة قطر الشقيقة ليقدم لنا شعاره، وانطلاقة شعاره في هذه المنافسات وفي هذا التحدي في هذا المساء الكبير. الوصول والانطلاق من التماس، يتقدم هنا سعود بن سالم بن عيد العطيات العطوي ليقدم لنا التماس في هذه المنافسة، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة والمركز الأول حيثما تتواجد ترف، وينطلق العاظ على المركز الأول. يتقدم العاظ على الصدارة الأولى بهذا الحضور المميز في هذا المساء وفي أول أيام كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. ينطلق على المركز الأول مع ترف حمد بن محمد بن حمد العاظ المري. المركز الثاني الباسلة بشعار كي الطويرش يا الأحويطي على المركز الثاني، يقدم لنا الباسلة أحمد بن محمد الأحويطي، ولكن وصلت في هذه الأثناء وانطلقت التماس ليتقدمون وينطلقون أبناء الميدان. ليتقدم هنا سعود بن سالم بن عيد العطيات العطوي، والمركز الرابع الآن وصلت هنا عادات بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وكذلك الوصول من شعارك يا الجروح، ولكن العودة إلى ترف، العودة إلى ترف، العودة إلى العاظ، العاظ، ولكن التماس يا العطيات، التماس يا بن حرب. وأيضا انطلقت الباسلة بشعار أحمد بن محمد بن طويرش الأحويطي. الله على هذه المعركة، الله على هذه المنافسة، على هذا الصراع. التماس بدون أي أوامر على المركز الأول، تنطلق بشعار سعود بن سالم بن عيد العطيات العطوي. يا سلام على الحضور، على الإبداع، على التألق من هذه الأسماء. بن مروشد، بن مروشد يأتي ويقترب، وكذلك شعار الغالية شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وكذلك الوصول من الحاكمة بشعارك يا الأحويطي، ولكن التماس، التماس مع النوماس، التماس يا ناس بشعارك يا العطيات سعود بن سالم بن عيد العطيات العطوي، ولكن بن مروشد، بن مروشد المتألق عند آخر الأمتار يقدم لنا العزوم، العزوم أبناء الإمارات، أبناء دانة الدنيا دبي، مع العزوم راشد بن محمد بن سعيد، بن مروشد مع الفوز، بن مروشد مع الانتصار والسلام. المركز الثاني وصلت الحاكمة بشعار عبد الله بن حمود بن سالم الأحويطي، والمركز الثالث
وصلت التماس بشعار سعود بن سالم بن عيد العطيات العطوي المركز الرابع. وصلت الغالية بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود والمركز الخامس. إذن متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، العزوم في آخر الأمتار مع شعار المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد مهدياً للأشقاء في دولة الإمارات. هذا الفوز وهذا الانتصار بهذا الحضور المميز مع آخر الأمتار، تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين. ندروس.